النصيري غيخلص غيخلص وعار على النصيري ان الوداد فراغ كبير دابا. وملي كتشوف دابا شحال من قضيه عند الطاس وعند الفيفا وعند سميت الوداد، انا كنخجل والله العظيم كنخجل كمغربي وكمحب ديال الوداد. من بعد الماس انا راه من بعد الماس راه كنحب الوداد لان ولادي كلهم ودادي. النصيري بات التلاعبات ديالو هادشي راه ما خدامش، راه ما يمكنش لاعب تبع 5 مليار احقق كونفونسيون مليار بين 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 الوداد والهلال السعودي ومليار اعانه، وهاد الوداد ولات كطلب من الناس كيعطوك الاعانه. واخا والغريب في الامر هو ان في الجمع العام ديالهم 3 مليار والزايد دازت كهيبه من عند من الله اعلم. واش كاين شي واحد في هاد البلاد في المغرب كيعطي هيبه ب 3 مليار وما يذكرش الاسم ديالو كهيبه للوداد؟ شكون هاد الفاعل الخير هذا اللي شي بيني وبينك؟ راه غير داك كان شوف حنا مع كامل الاسف الرياضي ديالنا ما تقدمش حيت ما عندناش محاسبه دقيقه. ما جاب الجامعه ما عندهاش دخل الجامعه خص تدقق الحسابات ديال الفروق المداخل والمصاريف كما وقع على برا كما وقع مع الفرق الاوروبيه. راه فرق دات تيتر ديك دون قداش ونزلوا من الهوات لان ما عندوش دقيق الحسابات. انا ما يجيش فريق سميتو فريق كبير سميتو الوداد ويقول لك انا فرقه دارت معايا كونفونسيون عطاتني 2 مليار وعطاتني هيبه مليار وباعت لعاب ب 2 مليار. واش باقيين كيهضروا اليوم؟ راه عاد الانترنيت هذا وعاد الاجواء المفتوحه ما بقاوش يهضروا على الناس يكذبوا على الناس يقولوا شي حاجه اللي هي معقوله. الشيء اللي تقول شي حاجه معقوله الناس غيصدقوك. وملي تبقى تهضر هاد الخزعبيلات هادو راه الناس اصاحبي راه الدري دابا عنده 6 سنين 7 سنين كتلقى شاد الانترنيت داخل الفيسبوك داخل القيامه كحال راه يدوخك الدري عنده 6 سنين. مشى هذاك الظرف اللي كانت الماس واقفه على الفلوس ومحتاجه وخصها الفلوس ديال باش ترقي باش تكمل السنه ديال مشى هذاك الشيء. الحمد لله الماس غتاخذ حقها على زي المليم كما قالوا المصريين. ما كاينش الماس غتاخذ حقها غتاخذ حقها. بغا السي الناصر والجامعه ديالنا مشكوره باش هذا الشيء ما يتطورش لان التطور يمسب السمعه ديال المغرب. لان الماس غتمشي للطاس غتمشي للطاس وغتمشي على يد محامين كبار ماشي اللعب ماشي اي محامي باش يكونوش غالطين. راه ملي كتطلب حقك راه كتاخذو. والهلال السعودي ما نظنش انها تورط راسها في هذا الشيء لان الماس راسلت الهلال السعودي المراسله الاولى والثانيه والثالثة إلا ما جاوبت والثانية إلا ما جاوبتهاش راه ديريكت غتصل للطاس. حنا كتبنا الهلال ما جاوبوناش الله يخليك بغينا نجاوب نتوما الطاس تجاوبنا. راه الناس ما تكونش غلطة. والسي الناصيري وراه حنا عايشين في الألفية الثالثة وافق من النعاس. راه الوداد في وداد الأمة راه فرقة كبيرة راه خصها تكون كبيرة بالاسم ديالها بالجمهور ديالها بالسمعة ديالها بالرؤساء ديالها بكل شيء ديالها خصها تكون كبيرة حتى بالمعاملة ديالها بالمعاملات ديالها لان ذاك الفريق راه كيبغي وعنده الانصار ديالو في جميع انحاء العالم. راه خصنا حنا نكبروا الفروق ديالنا ما بقاوش نصغروهم بهذا الشيء هذا ما بقاوش نصغروهم. الماس دارت فيك خير عطاتك لعاب بعتي لعاب واحد القدر المالي عطي الماس الفلوس ديالو وسارت الهضره. واش انت درتي مع مروان ما دارتش خير في الوداد راه بعت ليه لعاب؟ لا لا حيت الماس انا نقول لك اللعاب اللي لعبوا مع الوداد ما عطاتوش. اسمع نقول لك نعطيك التاريخ. الماس الوداد راه واحد 15 عام ما داتش شي لقب والعام اللي خدات السقاط ومراد فالح من الماس هو العام الاولين بعد 15 عام اول لقب داوه الماس. شوف الماس كتعامل مع الوداد كاسره. حنا عمرنا الوداد كنقول الاسره ديالنا. انا اللي كندوي معاك اللي وقعت العقد ديال مراد فالح وقعته مع الوداد لان كاسره حنا ديك الساعات كنهضر ما كنهضروش شي حاجه اللي فكروش من الماس للوداد. عاد شحال اللعابه نعطيك مجيد ايام زمان شحال ديال اللعابه راه كاينه معامله مزيانه ما جيتش واحد دابا يخسر هذه المعامله هكاك لا في سبيل الله. راه كاين واحد الحق. ثانيا انا نمشي معاك لهذه المنطقه سيدي بان الوداد باعت اللعاب ب 2 مليار. هو السي الناصيري انا ما نكسب لك ما نعيط لك ما والو. انت ياك دخلتي فلوسك من الهلال السعودي وملي خلتي فلوسك خصك غدي تصيفط لي فلوسي انايا. وديك الساعات اللي ما نقنعش بالفلوس قول لي انا باش بعد داك اللعاب راه عندك في الكونت في الحساب ديالك الا ما عجبك داك الفلوس وما تقتيش بيا سير دعيني. هو ما صافط 400 ما صافط 300 ما صافط 500 كيقول لي تيج. دوك انت اللي خلق لي تيج. انت ما بغيتش تخلص الماس لا بريال لا بجوج ولا كتقلب على هذا الشيء حيت سحبتو باقي المرنيسي سحبتو باقي المرنيسي اللي كيطلب باش يسير الماس. ودابا الحمد لله بوجود السي مروان والسي اسماعيل الجامعي راه ما يطلبوا ما والو.
راه الماتش غتسير وغتمشي مزيان ان شاء الله وكلشي غيكون في المستوى وبوجود اشخاص اخرين باش ما نذكرش السميه راه كاين اشخاص اخرين الحمد لله مستشارين فيما فيهم السيد بوزوباع فيهم ناس مستشارين مرساويين بيور ما فيها لا اذا ولا حتى وكيغيروا على المدينه وكيغيروا على الفريق ديالهم وان شاء الله اليوم الماتش ما توقفش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.